بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، قسم النهاية شعبة الرياضيات والتقنية الرياضية وعلوم تجريبية أقدم لكم تمرين فيما يخص الاحتمالات الشرطية. إذا تبعوني، التمرين أنشأ شجرة احتمالات شرطية. التمرين كيس يحوي 50 كرات، 20 حمراء و30 سوداء. خمسطاش كرات حمراء مسجل عليها ربح، وتسعة كرات سوداء مسجل عليها ربح. نسحب عشوائيا كرة من الكيس، كرة واحدة. أنشأ شجرة احتمالات. تمرين يعني بسيط. أولا هذه هي شجرة. إذا كي نسحب، السحب هو يكون كرة حمراء أو كرة سوداء. العلامات للكرة الحمراء هي R معناها روج، والكرة السوداء هي N نون يعني نوار. إذا كما راكم تشاهدوا، هذه هي الشجرة الشرطية. إذا سحبنا كرة حمراء، كان عندنا زوج حالات، الحالة تكون ربح والحالة تكون غير ربح. كي تعود غير ربح معناه نديرو لابار، نديرو لهنا سطر على الحرف جي. إذا كانت الكرة سوداء في السحب تكون ربح أو غير ربح. إذن أولا إذا سحبنا كرة حمراء، قداش كاين كرة حمراء؟ كاين 20. إذن احتمال به نحصلوا على كرة حمراء هي 20/50، معنى 0.4. إذا حصلنا على الكرة السوداء، قداش كاين الكرة السوداء؟ كاين 30. 30/50 0.6، والجمع المجموع هي 0.4 زائد 0.6 هي 1. إذن احتمال بتكون الكرة حمراء ربح، ولكن علما أن الكرة هي حمراء. واش يصير لنا؟ هي 15/20 كما موجود في النص. النص واش يقول؟ 15 كرة حمراء مسجل عليها ربح، احتمالات هي 5/20 0.75. إذا كانت الحمراء، إذا كانت ماشي ربح هي 0.25، معناه غير الباقي معناه 5. الباقي 5/20، معناه لهنا 5/20 لهنا تولي 5/20 وهي 0.25. إذا سحبنا الكرة السوداء تكون ربح. قداش كان كرة سوداء مسجل عليها ربح؟ هي 9/30. 30 كرة سوداء موجودة في الكيس. 9/30 هي 0.3. إذن باه تكون الكرة ربح علما أن
هي كرة سوداء، والبقية هي 0-7، لأن في هذه الحالة الكرة هي ربح، ولكن علما أن هي سوداء، هي 0-7. أولا احتمال سحب كرة حمراء ربح بـR تقاطع جي، هي 0.4 مضروب، و هذه هذا رمز ضرب أو جدا، و يقولوا و 0.4 مضروب في 0.75 تساوي 0.3. إذن كي نحسبوا احتمال تكون الكرة ربحة ربح، علما أن هي كرة حمراء، نستعمل العلاقة هذه معروفة في الدرس، بي ار قد تقاطع جي على بي ار، 0.3 على 0.4 يعني 3/4 وهي 0.75. هذا يقول له احتمال شرطي. وانتهينا من هذا التمرين، والسلام عليكم.